بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في أسبوع تهيئة لطلبة كلية العلوم الإدارية والمالية. سعيد جدا بلقائنا اليوم. ينضم إلينا اليوم الكثير من الطلاب ممن اجتازوا السنة التحضيرية، وكذلك معنا بعض الطلاب من المستويات الأعلى في الكلية. هدفنا من اليوم هو إيصال بعض المعلومات المهمة التي بإذن الله ستساعدكم في دراستكم في الجامعة وفي الكلية. نيابة عن زملائي إدارة فريق إدارة الكلية وكذلك أعضاء هيئة تدريس الكلية، نرحب بكم جميعا ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. أحب أن أعرف بنفسي، أخوكم منصور بن صالح البراك، عميد كلية العلوم الإدارية والمالية. نبدأ اليوم ببعض النقاط المهمة التي نرى أهمية معرفتها من قبلكم، وبعد ذلك زميلي سعادة وكيل كلية الشؤون التعليمية الدكتور صقر الحارثي سيتحدث عن الخدمات الطلابية، وبعد ذلك كذلك سعادة الدكتور يوسف بن عقيل وكيل عمادة القبول وشؤون الطلاب سيتحدث كذلك عن الخدمات الطلابية والتقويم الزمني الأكاديمي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نشكر. بداية أحب أن أعرف عن الجامعة. الجامعة السعودية الإلكترونية تأسست في عام 2013. رؤية الجامعة هي أن تكون جامعة متميزة في توظيف التقنية لبناء مجتمع المعرفة، ورسالة الجامعة هي أن تكون جامعة حكومية تقدم برامج نوعية عالية الجودة لكافة شرائح المجتمع باستخدام التعليم المدمج، وتسهم في إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع بما يحقق متطلبات التنمية عبر التوظيف الأمثل للتقنية وتفعيل الشراكات المحلية والعالمية. كثير ما نسأل عن الفرص الوظيفية، عن مستقبل خريجين الجامعة، عن تقبل سوق العمل لخريجي الجامعة، عن هل يعامل خريج الجامعة معاملة خريج الجامعات الأخرى. وأطمئنكم، جميع المؤشرات تدل على أن خريجي الجامعة السعودية الإلكترونية مميزين، خريجي الجامعة الإلكترونية مقبولين ومرغوبين في سوق العمل. أحد الاختبارات أو أحد المؤشرات هو اختبار القدرة المعرفية، والذي عقد للطلاب في العام 1040 و1441. صنفت الجامعة السعودية الإلكترونية في المركز الثاني بعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. أما فيما يتعلق بنسبة التوظيف، فكان للجامعة في دراسة لصندوق تنمية الموارد البشرية في عام 2018، وجد أن نسبة الخريجين في سوق العمل الذين تم توظيفهم 83% من خريجي الجامعة، 60% منهم يعمل في القطاع الخاص، و 23% يعمل في القطاع العام أو في الجهات الحكومية. كل هذه الأرقام أو هذه المؤشرات هي أدلة على أن الجامعة وبرامجها وخريجيها يوجد لهم قبول في سوق العمل، يوجد طلب على خريجي الجامعة وعلى خريجي الكلية بشكل خاص. نتحدث الآن عن الكلية ونبدأ عن الكلية. تعتبر كلية العلوم الإدارية والمالية من أوائل الكليات التي بدأت فيها الدراسة
في الجامعة السعودية للكورونا، وذلك بعد صدور الأمر الثاني الكريم رقم 7409 والتاريخ 10 رمضان 1402 هجري، والذي ينص على تأسيس الجامعة السعودية الإلكترونية. ولتحقيق ذلك ولتحقيق رؤية ورسالة الجامعة، باشرت الكلية بتكوين أقسامها العلمية المتمثلة في إدارة الأعمال، قسم المالية، قسم المحاسبة، وقسم التجارة الإلكترونية. نتحدث الآن عن الأقسام العلمية والبرامج التي تقدمها الأقسام العلمية. أول قسم نبدأ به هو قسم المحاسبة، ويقدم قسم المحاسبة برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال في تخصص المحاسبة. كذلك لدينا قسم إدارة الأعمال، ويقدم برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال في تخصص إدارة الأعمال، وكذلك برنامج ماجستير إدارة الأعمال وهو برنامج الدراسات العليا. لدينا كذلك قسم التجارة الإلكترونية، ويقدم برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال في تخصص التجارة الإلكترونية، وختاما لدينا قسم المالية يقدم برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال في تخصص المالية. من المهم جدا معرفة أن جميع التخصصات لا تتوافر في جميع الفروع، فتوافر الفروع توافر البرامج في الفروع مرتبط بتوافر أعضاء هيئة التدريس. لذلك من المهم جدا التأكد من وجود البرنامج الذي ترغب الدراسة فيه في الفرع القريب منك أو الفرع الذي ترغب بالدراسة فيه. أتحدث الآن عن الخطة الدراسية للبرامج بشكل عام. الخطة الدراسية للبرنامج أو لبرامج الكلية بشكل عام تنقسم إلى أكثر من قسم. هناك متطلبات الجامعة وتشمل السنة الأولى المشتركة وبعض مقررات الثقافة الإسلامية، وهذه تشكل 34 ساعة من الخطة الدراسية للبرنامج. بعد ذلك هناك متطلبات الكلية، ومتطلبات الكلية 57 ساعة وهي 19 مقرر، وهي موحدة لجميع برامج الكلية. فمتطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية هي واحدة لجميع البرامج. فذلك نلاحظ دائما ان البدايه نتحدث عن المستوى الاول والثاني في السنه المشتركه، وكذلك المستوى الثالث والرابع على الاقل في الخطه الدراسيه للبرامج هي واحده لجميع البرامج. تبدا الاختلافات ايضا من المستوى الرابع، المستوى السادس والسابع والثامن. كذلك هناك متطلبات للقسم وهي 10 مقررات تكون في التخصص المطلوب وتشكل 30 ساعة من الخطة الدراسية للبرنامج. ختاما تتيح الكلية وبرامجها للطلاب الاختيار بين أكثر من خيار في الترتيب، وذلك لزيادة قبول الطلاب في سوق العمل. فعلى سبيل المثال يستطيع خريج إدارة الأعمال أن يدرس في التجارة الإلكترونية، كذلك يستطيع خريج المحاسبة أن يدرس تركيزا في المالية، مما يعطيه قيمة إضافية أكبر في سوق العمل. إجمالي عدد ساعات الخطة الدراسية هي 130 ساعة دراسية. أحب أن أحدثكم عن فريق إدارة الكلية. أخوكم الدكتور منصور البراك أمين الكلية، زملائي الدكتور صقر مساعد الحارثي هو وكيل الكلية للشؤون التعليمية،
الدكتور فيصل بن سالم هردال، هو في كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة ميسون بنت محمد سعيد خوجة، هي وكيلة الكلية لشؤون الطلبة. حتى اليوم هناك من يتواصل مع بعض بعض الأشخاص ممن تركوا الجامعة منذ مدة طويلة. لذلك مهم جدا التأكد عند التواصل أن يكون الأشخاص الذين تتواصل معهم لا زالوا موجودين في الكلية أو الجامعة، وبناء عليه هذا هو أحد أهداف لقائنا اليوم، هو التعريف بإدارة الكلية والأشخاص أصحاب العلاقة بالكلية، بحيث تتأكد عند التواصل من أنك تتواصل مع شخص لا يزال في الكلية، لا يزال يعمل في الجامعة. أحب أن أعرف عن زملائي كذلك، فواصل أقسام، رئيس قسم المالية دكتور منصور البراك، رئيس قسم إدارة الأعمال دكتور فيصل بن سالم الهجال، رئيس قسم المحاسبة دكتور خالد بن فوزان الفهد، ورئيس قسم التجارة الإلكترونية دكتور إبراهيم بن محمد الحسن. من المهم جدا أن تعرف من هو رئيس قسم البرنامج الذي ستدرسه أو تدرسه الآن. فرئيس القسم هو نقطة التواصل الثانية بعد عضو هيئة التدريس. رئيس القسم هو الشخص المسؤول أو الذي سيجيبك عن مثلا على سبيل المثال المقررات التي ستطرح الفصل القادم، توفر تخصص في الفرع أم لا، توفر تسهيل في الفرع أم لا، كذلك أي مشكلة أو أي مشكلة تنفيذية تواجه مع أحد أعضاء التدريس، مشكلة واجهتها في أحد الواجبات أو أحد الاختبارات، بعض الأسئلة لم تكن واضحة، بعض الأسئلة لم تكن على سبيل المثال من نفس الفرع. كل هذه الاستفسارات توجه إلى رؤساء الأقسام، كونهم رؤساء الأقسام هذه هم المسؤولين أكاديميا عن إدارة البرنامج. كذلك عند البداية في الدراسة من المهم جدا التعرف على اللوائح والأنظمة الخاصة، سواء الخاصة بالجامعة منذ البداية، فتعرفك على اللوائح والأنظمة قبل بداية البرنامج سيختصر عليك الكثير من المشاكل أو العقبات التي تواجهها في دراسة الجامعة. على سبيل المثال أحد المعلومات المهمة جدا 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 والتي يغفل عنها الكثير من الطلاب، في حالة انقطاعك عن الجامعة لأكثر من 4 فصول دراسية، كثير منا يتعرض لبعض الظروف تضطر لإيقاف الدراسة في الجامعة. في حال انقطاعك عن الدراسة لأكثر من 4 فصول دراسية يطوى قيدك من الجامعة وتدعمك. فكل ما درسته سواء حتى وإن كان 3 سنوات أو حتى لو كنت على وجه التخرج، بمجرد انقطاعك لأكثر من 4 فصول دراسية عن الجامعة يطوى قيدك نظاما ويجب عليك البدء من جديد، وهذا يعني فيه خسارة كبيرة لك كطالب، خسارة للجامعة كذلك، وهو في الأغلب هناك إجراءات يستطيع الطالب اتخاذها تمنع حصول ذلك. على سبيل المثال يستطيع الطالب التأجيل، كذلك يستطيع الطالب إعادة القيد بعد فصلين دراسيين أو 3 دراسة فصل دراسي، ومن ثم إذا اضطر إلى ذلك مثلا التأجيل الدراسي. فمثل هذه المعلومات قد تغيب عن البعض، وغيابها عن البعض قد يؤدي إلى بعض العوائق التي قد تعيقك في دراسة
أو في خرجت من الجامعة. اللوائح جميعها موجودة في موقع عمادة القبول فيه، أنصح الجميع بقراءتها والرجوع لها. لن أقول احفظها، ولكن اقرأها، بعض المعلومات مهمة جدا قد تغيب عنك، ولكن معرفتها قد تساعدك كثيرا في رحلتك الجامعية بإذن الله، والتي نتمنى أن تنتهي بالتخرج. من المعلومات التي تغيب عن بعض الطلاب هو وجود مجلس الاستشاري الطلابي في الكلية. بدأنا في تشكيل المجالس الاستشارية العام الماضي، وسيفتح باب الترشيح للمجلس الاستشاري الطلابي للعام القادم. المجلس الاستشاري الطلابي له دور كبير جدا في التواصل بين الطلاب وفريق إدارة الكلية. كذلك الفريق المجلس الاستشاري الطلابي وأعضاء لهم الحق في طلب اجتماع بشكل عاجل مع إدارة الكلية في حال وجود أي عائق أو أي طارئ يرى أو أي عضو من أعضاء مجلس الاستشاري الطلابي ضرورة مناقشة مع إدارة الكلية. فالمجلس الاستشاري الطلابي هو ممثل الطلاب لدى الكلية، يتحدث بصوت الطلاب، يعبر عن ما يواجه الطلاب، عن سواء مشاكل أكاديمية، مشاكل علاقة بالخدمات المقدمة، أي شيء يرى الطالب الممثل للطلاب ضرورة مناقشته مع إدارة الكلية يتم عن طريق المجلس الاستشاري الطلاب. بإذن الله يوصلكم إعلان خلال هذا الأسبوع عن فتح الترشيح للمجلس الاستشاري الطلابي. تحرص إدارة الكلية كل الحرص على أن يكون هناك تدريب لجميع الطلاب في المجلس الاستشاري الطلابي، سواء يكون التمثيل بالاختيار من جميع البرامج، تمثيل لجميع البرامج المقدمة من الكلية، وكذلك نحرص على أن يكون هناك تمثيل لأغلب الفروع التي تقدم الكلية برامجها فيها. أنصح الجميع وأشجع الجميع على الترشيح أو ترشيح من ترونه مناسب. فالترشيح هو إما أن ترشح نفسك أو ترشح شخص آخر ترى فيه أنه يستطيع أن يقدم الوظيفة للمجلس الاستشاري الطلابي. لذلك المجلس الاستشاري الطلابي مهيب، له دور كبير جدا ودور فعال، ونتطلع إلى تشكيل المجلس بإذن الله للمرة الأخرى في العام الدراسي الحالي، ونكون المجلس فعال أكثر في نقل المشاكل والعقبات التي تواجه الطلاب. الكلية اليوم في العام الدراسي الحالي شكلت المجلس الاستشاري للكلية. المجلس الاستشاري يوجد فيه الكثير من المتخصصين في سواء في التعليم أو في قطاعات الأعمال أو كذلك في الجهات الحكومية. الهدف من المجلس الاستشاري للكلية هو الحصول على آراء أخرى، سواء على البرامج المحدثة أو على البرامج الجديدة المطروحة، أو كذلك على بعض القرارات التي ترى الكلية رغبتها في أخذ رأي سوق العمل في هذه القرارات التي يرغى على الطلاب. وفقنا بشكل كبير في تشكيل مجلس استشاري على مستوى عالي. بعض أعضاء يشغلون مفاصل حساسة جدا في سوق العمل أو في القطاع الخاص.
معنا بنفس الاستشاري الدكتور سعد بن العزيز الموسى من كلية إدارة الأعمال تجارة أمير سلطان، معنا الدكتور عبيد بن سعد بن الخيري من كلية سليمان إدارة الأعمال، معنا كذلك الدكتور سعد بن سعيد الجرمي نائب رئيس هيئة العقار، الأستاذ محمد بن سليمان الغيهب مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للمحتجين، معنا كذلك الأستاذ عصام صالح الدين نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، معنا كذلك الأستاذ جاسم الهارون مستشار الوزير في وزارة الاقتصاد والتخطيط، معنا الأستاذة أمل عبد الفتاح الشريف نائب رئيس مجموعة الاستراتيجية والتنموية وهي أحد خريجي الكلية، ومعنا الأستاذ محمد مقبول العمراني رئيس تنفيذي في الأمس وهو كذلك أحد خريجي الكلية. المجلس كما ذكرت سابقا يمثل كذلك بعض خريجي الكلية، حاولنا أن نحرص على أن يكون هناك تنوع في المجلس بين التخصصات المختلفة وبين الجهات التي يعمل فيها المستشارين وأعضاء المجلس الاستشاري. كثير من الطلاب لا يعرف ما هو المتوقع من أعضاء هيئة التدريب، سواء تكون أحيانا التوقعات أقل من المطلوب أو كذلك بعض الأحيان قد تكون أكثر من المتوقع أو لنقل أقل المتوقع من أي عضو هيئة التدريب في المقررات التي تقدم لكم كطلاب. ومن أهمها في بداية الفصل هو مناقشة خطة التنسيق المقرر. خطة التنسيق المقرر بالأساس يعني المواضيع التوبكس التي سيتم تطبيقها في المقرر. على سبيل المثال كتاب المقرر المصادر أو المعلومات الإضافية المطلوبة لاجتياز المقرر، كل هذه المعلومات من المتوقع أن هيئة التدريب مناقشتها مع الطلاب في بداية الفصل الدراسي. لكل مقرر يجب على عضو هيئة التدريب مناقشة ذلك. كذلك من المتوقع من أعضاء هيئة التدريب الحضور في جميع الحضورات الحضورية والإلكترونية. في حال غياب عضو هيئة التدريب لأكثر من محاضرة دون إبلاغ الطالب بذلك، من الجيد أن يتم التواصل مع رئيس القسم المعني، وذلك لتنسيق محاضرات تعويضية عن المحاضرات التي لم يتم تغطيتها من قبل عضو هيئة التدريب. كذلك من المتوقع تصحيح الواجبات وإعطاء التغذية الراجعة للطلبة في الوقت المتوقع. من حقك كطالب أن يتم تصحيح جميع الأجهزة التي تقوم بتقديمها في وقت معقول. في حال تأخر عضو هيئة التدريب في ذلك، من حقك أن تطالب عضو هيئة التدريب بتصحيح الواجب المتوقع، وكذلك إعطاء التغذية الراجعة أو الفيدباك. أنا على سبيل المثال في أحد الواجبات لم أحصل على الدرجة الكاملة ولا أعرف السبب، فمن حقي التواصل مع عضو هيئة التدريب وسؤال عن سبب عدم حصولي على الدرجة الكاملة. أخيرا نتوقع من عضو هيئة التدريب التواجد في الساعات المكتبية المعلنة. طبعا في السابق كان لدينا نوعين من الساعات المكتبية، ساعات مكتبية تكون حضورية في مكتب عضو هيئة التدريب، وساعات مكتبية فيرتشوال أو افتراضية تكون عن طريق النظام. الفصل الحالي نظرا لجائحة كورونا ونسأل الله أن نزيلها وأن نعود إلى الوضع الطبيعي، حاليا سيكون فقط الساعات المكتبية افتراضية. مهم جدا أن يعلن عضو هيئة التدريب للطلاب عن الساعات المكتبية وأن تكون مفعلة فعلا
حيث تستطيع الوصول لعضو هيئة التدريب في حال وجود أي عقبات أو أسئلة تحتاج مساعدة. أشهد لك هزيمة. علمنا الفترة الماضية في فترة الصيف على تحديد مرشد أكاديمي لجميع الطلاب. بعض الطلاب اللي حاليا لم يتم تحديد المرشد الأكاديمي الخاص، سيتم ذلك خلال الأسبوع القادم بإذن الله. تستطيع معرفة المرشد الأكاديمي المخصص لك عن طريق نظام البانر. بإمكانك التواصل مع المرشد الأكاديمي في وقت تراه مناسب أو في حال حاجتك لأي استفسارات، لكن نفضل أن يكون تواصلك مع المرشد على الأقل بشكل دوري مرتان على الأقل، أو ممكن أن تكون مرة على الأقل. في حال تواصلت مع مشرفك أو المرشد الأكاديمي بدون وعدم التحصل على المعلومة التي بحاجة لها، بعد ذلك تستطيع التواصل مع رئيس القسم المختص أو رئيس القسم للبرنامج الخاص الذي أو البرنامج الذي تحصله، وبإذن الله سيقوم بإيضاح أو تقديم المعلومات التي تحتاجها. كثير من الطلاب يسأل كيف أستعد لبداية الفصل الدراسي أو كيف أنجح في الجامعة أو كيف أتميز في الجامعة. بداية لنتحدث عن الطلاب الجدد، الطلاب الذين أنهوا سنة تحضيرية مؤخرا، من المهم جدا التعرف على موقع الجامعة وعلى موقع الكلية. الكثير من المعلومات متوفرة في موقع الجامعة وموقع الكلية، أو تخصص على الأقل ساعة أو ساعتين بداية الفصل فقط للتعرف على أقسام مختلفة، التعرف على خطط البرنامج اللي تتحدث عنها لاحقا. فمجرد أن تكون معرفة بموقع الجامعة، أنا أعتقد أن هذا يساعد كثيرا، خصوصا أن أغلب الإعلانات تعلن على موقع الجامعة. المتابعة الدورية لموقع الجامعة وزيارة موقع الجامعة تسهل عليك معرفة كل إعلانات تصدرها الجامعة أولا بأولا. ثانيا، الإلمام بنظام إدارة التعلم أو البلاتفورم. كثير من الطلاب يترك أو يؤجل الشيء إلى النهاية، عندما تحدث المشكلة يحل لها أفضل. من المهم جدا من الآن أن تتأكد أن جميع المحاضرات التي قمت بتسجيلها موجودة على نظام التعلم أو نظام دار التعلم البلاك بورد. من المهم جدا أن تكون ملم باستخدام البلاك بورد. أهم ثلاث نقاط البلاك بورد: تسجيل الواجبات، تسجيل الواجبات. اثنين، الدخول على المحاضرات، مهمة جدا. ثلاثة، قراءة الإعلانات المعلنة على موقع البلاك بورد أو على بعض المحاضرات في البلاك بورد. أعتقد هذه الثلاث معلومات مهمة جدا، مهم أن تتعلمها من الآن إذا لم تتعلمها من قبل. تساعدك كثيرا في دراستك في الفصل الحالي أو الفصول القادمة بإذن الله. ثالثا، الإلمام بخدمات نظام البانر. البانر طبعا جميع تسجيل المقررات يتم عن طريق البانر، فمن المهم جدا أن تعرف كيف تستخدم نظام البانر. كثير من الطلاب يرسل للكلية لما استطع التسجيل في هذه الشعبة وأرغب في تسجيل هذه الشعبة. عند التأكد نجد أن هذه الشعبة تقدم للطالبات بينما هو طالب في تسجيل الطلاب، فهو لم يقرأ بشكل جيد الجداول المعلنة على موقع الجامعة.
حينها يبحث عن الوقت والمادة بدون معرفة إذا كان هذا المقرر يطرح لطلاب أو طالبات. أحيانا يرغب في التسجيل في مقرر في فرع آخر، أحيانا يرغب في التسجيل في مقرر خارج الخطة الدراسية معتقدا أن هذا المقرر يليق بالخطة الدراسية للزمان. فمن المهم جدا معرفة كيف استخدم نظام البانر وكيف أقرأ الجداول المعلنة سواء على موقع الجامعة أو كذلك على المنصة. رابعا، ربط البريد الإلكتروني. جميع كل التواصل بين الكلية وبين الطالب يكون عن طريق البريد الإلكتروني الجامعي. اليوم جميعنا أو أغلبنا يملك هاتف سمارت فون. الهاتف يتيح لك إضافة أكثر من بريد إلكتروني جامعي، فأنصح الجميع بإضافة بريد إلكتروني جامعي على الهاتف. من المهم جدا كل التواصل بين الكلية وبين الطالب يكون عن طريق البريد الإلكتروني الجامعي. بعض الطلاب ما قرأت الإيميل أو ما فتحت الإيميل، هذه ما هي حجة مقبولة لدى إدارة الكلية أو الجامعة. فوسيلة التواصل الرسمية بين الطالب والجامعة أو بين الطالب والكلية أو بين الطالب وبين التدريس والبريد الإلكتروني الجامعي نظرا لطبيعة الجامعة. لذلك من المهم جدا ربط البريد الإلكتروني الجامعي، إذا لم ترغب في ربط البريد الإلكتروني الجامعي بهاتفك من المهم أن تقرأ بريد إلكتروني بشكل دوري على الأقل مرتين أو مرات. النقطة الخامسة واللي أنصح فيها بشكل كبير وهي طباعة الخطة الدراسية للبرنامج. طباعة الخطة الدراسية للبرنامج، تحديد المقررات اللي تدرسها، تحديد المقررات اللي أنهيتها. بهذه الطريقة فقط تتأكد أنه فعلاً أنت على الخط الصحيح. كثير من الطلاب يكتشف، يعتقد أنه سيتخرج، وعند التخرج يكتشف أن هناك مادة لم يقوم دراستها في على سبيل المثال في المستوى الثالث أو الرابع أو الخامس. لذلك مهم جداً تباعة الخطة الدراسية وتحديد المقررات التي قمت بشأنها. كذلك بعد نهاية كل فصل مطابقة الخطة الدراسية مع السجل الأكاديمي الخاص بك لتتأكد مرة أخرى من أن المقررات التي قمت بتسجيلها اجتزتها. هذا يساهم بشكل كبير في التأكد من أنك على الخطة الدراسية المحددة. نصيحة أخرى متعلقة بالخطة الدراسية للبرنامج هي أن عدم تأجيل بعض المقررات. بعض الطلاب يؤجل بعض المقررات على سبيل المثال من المستوى الثالث، يفكر في دراستها في نهاية البرنامج. لا أنصح أبدا بذلك، والسبب أنه على سبيل المثال فقط أحد الأسباب نظام البانر يصنفك طوال مرحلتك الدراسية بأقل من مستواك الحقيقي، وسيؤثر ذلك على تسجيلك لكل فصل دراسي. لذلك أنصح الجميع بالسير على الخطة الدراسية. لو اضطررت لتأجيل مقرر قد تؤجله لفصل دراسي واحد فقط. لا تؤجل بعض المقررات من المستوى الثالث أو الرابع إلى نهاية البرنامج إلى المستوى السابع أو الثامن، لأنها فعلا ستؤثر عليك في دراستك في البرنامج. ختاما، الجامعة توفر الكثير من المصادر المعرفية، بعضها بالتعاون مع المكتبة السعودية الرسمية، بعضها مباشر عن طريق الجامعة. في برنامجنا هناك ورشة خاصة بذلك. أنصح الجميع بالاستفادة من هذه الورش. الورش وضعت بشكل جيد
فقط لمساعدة في البداية على التعرف على المصادر المعرفية المتوفرة وطريقة الاستخدام. الاستفسارات المكررة أو التكرر على إدارة الكلية بشكل دوري. أولا، عن الفصل الصيفي، وهل سيتم طرح فصل صيفي القادم أو لا. يرتبط ذلك كثير من القرارات، لكن لا يتم مناقشة ذلك أو تحديد إمكانية طرح الفصل الصيفي في الفصل الثاني من العام الدراسي. فالفصل الأول الآن لا نملك الإجابة لهذا السؤال. قد نجيب على هذا السؤال إن شاء الله في الفصل الدراسي الثاني. مع العلم، فقط معلومة للعلم، أن الفصل الصيفي الحالي والفصل الصيفي السابق وإن شاء الله الفصل الصيفي القادم ستطرح الكلية دائما مقررات التدريب التعاوني. فمقررات التدريب التعاوني بإذن الله سنحافظ على أن يطرح في كل الفصل الصيفي. بعض الطلاب لديه مخاوف أو تدريب، هل بجهة العمل المناسب؟ هل أستطيع أن أتدرب؟ مثلا أنا أعمل الآن، هل أستطيع أن لا أقوم بالتدريب؟ التدريب هو جزء من الخطة الدراسية. التدريب يجب أن يكون في نفس مجال التخصص. نحرص كثيرا على التدريب أو العملي أو التدريب التعاوني، لأنه فعلا في إضافة للخريجين. لأي قطاع التدريب، هناك مريض إلكتروني خاص بالتدريب موجود على موقع الكلية. أنصح الجميع على وجود أي استفسار عن ذلك التواصل مع الزملاء في إدارة التدريب. ختاما، الأنشطة أو الأندية الطلابية، بعض الأسئلة التي ترد لنا عن هل توجد أندية طلابية؟ هل نستطيع القيام بنشاط طلابي؟ هناك ورشة خاصة بإذن الله موجودة في ضمن البرنامج يقدمها الأستاذ مساعد السلطان، ورشة جدا مهمة، وأنصح الجميع بحضورها إذا كان لك اهتمام سواء بالأندية الطلابية أو الأنشطة. ختاما، أشكركم جميعا، أنا فعلا سعيد جدا 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 بالحضور. نتمنى فعلا أن نكون أفدناكم وأوصلنا لكم بعض المعلومات اللي رأينا أنها مهمة جدا. زميلي الآن دكتور سلام حارثي سيكمل إن شاء الله الحديث عن وكالة الكلية للشؤون التعليمية. أنا ما أعرف إذا كان الوقت كافي أو ممكن نجيب على بعض الأسئلة. دكتور مسلم، طيب سريعا، بعض الأسئلة اللي طيب، الخطوات لإضافة البريد موجودة على موقع الجامعة، بس ممكن نزود فيها مرة أخرى إن شاء الله. دعاء، لما في دراسة مقررات تخصص في الفصل الصيفي؟ أعتقد أني أجبت على سؤالك في الشريحة الأخيرة. حاليا لا نعرف إذا كان سيطرح في الفصل الصيفي. تكون في الغالب الإجابة أو يعني يتخذ القرار في الفصل الثاني. معادلة مواد التخصص، الجامعة لا تعادل مواد التخصص. لو رجعت إلى اللوائح، أحد اللوائح اللي موجودة اللي برضو ذكرتها أنا هنا، هي لائحة معادلة القرارات في الجامعة السعودية الإلكترونية، توضح بشكل واضح أن المواد الوحيدة التي معادلتها هي مواد الإلكترونية وكذلك القرارات. هل أبدأ مؤام مباشرة بعد الانتهاء من المستوى الرابع بدراسة تخصصي؟ نعم، مباشرة، ما لا يوجد، مجرد اجتياز مقررة مستوى الثالث والرابع يخول الدراسة في التخصص بشكل مباشر.
طريقة سيئة بعد تعديل من الأحوال المدنية والعاطفية، أعتقد من المناسب جدا التواصل بتغيير الاسم إذا كان الاسم خطأ سواء بالعربي أو بالإنجليزي مبكر جدا قبل صدور الوثائق، بإمكانكم التواصل مع عمالة القبول والشؤون الطلاب، تزويدهم بالدليل أو المسوغ لتغيير الاسم ويقومون بالتغيير. جدا تغيير الاسم قبل التخرج وقبل إصدار وثيقة التخرج، بعد إصدار وثيقة التخرج أعتقد أنه غير جميل أنه نتأخر مثلا 3 شهور أو 14 شهور لتعديل الوثيقة. تواريخ اختبارات الميد النهائي ثابتة ممكن تتغير، الميد ثابت والنهائي ثابت، بعض التغييرات تتم على الاختبار النفسي لها علاقة فقط بالأوقات لتحقيق التباعد، بتتم في فترات أكثر من الاختبارات والتعب إن شاء الله. اختبارات مواد الدين بحيث تبعد لها بسيط أكثر من الأوقات. إذا درست في الجامعة ما يحتاج، إذا درست خارج الجامعة لابد أخذ الوثيقة والموافقة من قبل دراسة المقررة الثالثة. لا يكتب التركيز في وثيقة التخرج أو المقررة. هل المحاضرات الإجرامية الخبرية؟ جميع المحاضرات تكون افتراضية عن طريق البلاكبورد. إدارة عامة إذا كان من جامعة أخرى ملايين المعادلة من مواد التخصص، تعادل فقط مواد الفرعونية ومواد المتأخرين. مادة القانون درستها أونلاين فقط؟ نعم. نتأمل إن شاء الله الفترة القادمة يكون في محاضرات في فصل الصيفي، لكن حتى الآن لا يوجد. أجلت آخر ترم والآن برجع لخط الدراسة. من المهم الدخول على النظام البانه والتأكد من وضعك حاليا، هل أكتب؟ إذا أكتب تستطيع التسجيل، إذا لا من إعادة التسجيل. في الجامعة يستطيع مواصلة دراسة الماجستير في الجامعة، ويؤجل الشروط دراسة الماجستير وأصبحت يتم التدريب في الكلام أو الاختبارات قبول. يعني جميع أوقات المحاضرات تحت لا يمكن تغييرها إلا إذا كتب جميع طلاب الشعبة ممكن ينتخبها. غيرت تخصصي إلى تخصص آخر إلى نفس الكلية تعادل، لا يحتاج إلى معادلة في المواد لأنه تكمل البرنامج. زي ما ذكرت أنا شغلة تقريبا في تطابق القرارات. الاختبارات المواد الستة في فصل المحاسبة، لا موزعة، جميع المواد موزعة على المستويات المختلفة، لا تستطيع معادلة في المقررات، لا يوجد معادلة في المقررات. لو درست المقررات في الجامعة ووصلت أو انقطعت عن الدراسة من الجامعة ورغبت في العودة مرة أخرى للجامعة لن يتم معادلة في المقررات. المحاضرات موزعة على يومين في الأسبوع أو أحيانا تكون أكثر من يوم في الأسبوع. طيب أنا أستأذنكم الآن، الوقت المحدد لي انتهى. يواصل الآن الدكتور صقر الحاسي، وكذلك من ممكن يجيب على بعض الاستفسارات. فقط آخر إجابة على آخر استفسار في المسموحة هي المدة الدراسية، يعني نصف المدة الدراسية. بالنسبة للبرنامج 4 سنوات تكون المدة المتاحة 6 سنوات، 6 سنوات في إنهاء البرنامج. شاكر ومحدد حضور الجميع، أنا سعيد جدا فيكم، سعيد بقراراتكم، وأتمنى لكم إن شاء الله عام رحمة الأستاذين ناجح جدا. اطلع الى لقاءات مستمعكم، وشاكر ومقدس لكل جميل.